السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا أحبة. بعد أفراح بعيد الفطر مبارك وأيام مباركة، عيد آخر من إيران وجهت يوم أمس الصواريخ الشجاعة بكل قوة رد، أبردت القلوب وأثلجتها، وأيضا كانت فخر وعزة وما زالت. لذا الوعد الصادق وفى بوعده، وإن شاء الله سنطرح هذا الموضوع من الأيام الفضائية المستمرة بتغطياتها المباشرة حول تداعيات الموضوع في المنطقة، وأيضا توضيح لكل ما دار من يوم أمس وإلى هذه اللحظة. راح يكون وياي ضيوف في الاستوديو الدكتور أمير السعدي، خبير عسكري استراتيجي، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. وعبر سكايب إسماعيل مسلماني، مختص بالشأن الإسرائيلي. راح نبدأ وياك دكتور أمير السعدي، أنت اليوم خبير عسكري، وهذه العملية كانت بتوقيتات، كانت مجهزة، كانت يعني بدقة عالية جدا، لكن البعض يمكن لم يفهم العملية إلى الحد الآن. لما هذه المسيرات؟ لما صواريخ معدد يعني عدد معين؟ بالبداية وضح لنا هذه العملية، ثم هل هذه العملية كانت عسكرية فقط؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم أيضا وكل مشاهدي قناتكم أينما كانوا. طبعا الملاحظ بأن هي عملية ذات تخطيط استراتيجي بعيد، لم تكن تقتصر على رد انتقامي وحسب، بل كانت هي فيها عوامل ردع واضحة المعالم سياسية وأمنية واستخباراتية، بل حتى مخابراتية، لوصول صواريخ بهذا الحجم وبهذا القدر إلى قلب أرض فلسطين المحتلة. قد يقول البعض بأنها كانت عملية متوقعة، وقد أعلنت عنها على أقل تقدير قوات الحرس الثوري الإيراني ببيان، بل قال حتى أبلغت بعض الدول التي تمر فوقها تلك الطائرات المسيرة والصواريخ والصواريخ الباليستية، هناك صواريخ كروز مجنحة وصواريخ باليستية أيضا. ممكن توضح لي هذا الإعلان، لماذا أعلنت إيران هذه التوقيتات وأعلنت الدول أيضا؟ أولا هي إعلان مصداقية ووفاء إيران إلى تلك الدول، أي لا تريد أن تخرق سياق هذه الدول. صحيح. من غير أن يكون لديها إعلام، هناك احترام أيضا للقانون الدولي بعملية إعلام. قد يشبهها البعض بأنها خرق لسيادة هذه الدول، لكن هذا الخرق أتى على مصاديق عملية تجاوز كبيرة لم تبقي ولم تذر للقانون الدولي أي أهمية ولا قدر، على أقل تقدير عدم تمسك الكيان الصهيوني بكل الأعراف ولا المواثيق الدولية، بل حتى بالقرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية، من مجلس الأمن، من الأمم المتحدة، بإيقاف المجازر والحرب التي تجري الآن على أرض فلسطين المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة العزة. ولحد هذه الساعة نرى بأنه هناك يعني مجازر جماعية تجرى على أرض فلسطين، تحتاج أن تأخذ موقفا أكثر صلابة من قبل على الأقل ما يمكن أن نسميه فصائل المقاومة، لكن ينبغي أن يكون للعرب والمسلمين موقف أكثر صرامة وأكثر حزما مع هذه التجاوزات. نتكلم هنا على القانون، وبالتالي نرى بأن إيران احترمت هذا القانون وقامت بإبلاغ، وليس مثل ما تفعل الراعية الأولى للقانون الدولي، هكذا تسمي نفسها، ولحقوق الإنسان وشرعته في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تخرق أولى الاتفاقات بعدم احترام على أقل تقدير سيادة الدولة العراقية، وهي لديها اتفاق إطار استراتيجي بعيد المدى معها، ويحدد القسم الثالث في هذه الاستراتيجية وهو القسم الخاص بالأمن والدفاع بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالعراق للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكنها كانت هي أول من أطاح بالأمن والسلم والاستقرار في العراق لتطيح فيما بعد بالأمن والسلم الدوليين بعمليات اغتيالات ممنهجة على الأرض العراقية. أحسن. ردا على ما قامت به قيادات فصائل المقاومة في عملية استهداف العدو الصهيوني. طيب. ولهذا نرى بأنه العمل الذي قامت به إيران بعملية التحذير هو مدعاة لأن يكون ردا أيضا على تجاوز وخروقات وبربرية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. وضحت فكرة لما الإعلان عن العمليات، سنكمل أيضا معك حتى لما هل هذه العملية عسكرية فقط. ننتقل إلى سكايب إسماعيل مسلماني، مختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك أستاذ إسماعيل. ما هي تداعيات هذه العملية من يوم أمس إلى اليوم، وما هو ما أنت مختص بالشأن الإسرائيلي، ردة فعلهم وتأثيرها على إسرائيل؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم ولضيفك ولكل المشاهدين لقناتكم. واضح جدا أن ما حصل بالأمس يعني
لم يحصل عبر التاريخ، وسجلت يعني فاصل تاريخي، وهي يعني تعد الآن قواعد الاشتباك التي تغيرت في تاريخ 14/4، هو فاصل لنقل نوعية أولا على مستويات كثيرة. المستوى الأول ميزان قوة الردع التي حصلت بالأمس، وهذا كان مهم جدا، وكانت إيران استخدمت الأسلوب التي من الناحية القانوني والسياسي والدبلوماسي، وحتى في موضوع الحق في الدفاع عن النفس. إذن هي امتازت بمهارة عالية وأمهلت مهلة كثيرة. وبالمناسبة يعني لطالما المرشد الأعلى الخمينيي أعلن بشكل واضح بأن العقاب سيكون قريبا، كانت واضح أن هناك ضربة للإسرائيليين تتوجه نتيجة يعني عدم الإدانة من قبل مجلس الأمن. هذا بحد ذاته استخفاف أيضا في العالم، واستخفاف بازدواجية المعايير بالتعامل. إيران هي ليست دولة مارقة يتم التعامل معها بهذا الشكل، وبالتالي كان التعامل. إذن الباب الأول نستطيع القول أن قوة الردع حصلت عملية ميزان. ثانيا الأنداد، بمعنى الندية في التعامل، وهنا ليست فقط لإسرائيل وإنما الندية للعالم وتحديدا للإدارة الأمريكية، بأن ما تقول قولا أو فعلا هو يطبق على الأرض، وفعلا كان الوعد الصادق التي نعم. طيب أستاذ إسماعيل، هل هذه الضربة تأخرت أم جاءت في التوقيتات مدروسة؟ الصواريخ التي كانت ستطلق، كان مثلا ماكنة الإعلام الأمريكي يعني انهالت على الوسائل الإعلام العبرية ساعات، وسوف تضرب، سوف يتم تقدير 50 صاروخ، لكن على الحقيقة تم ضرب أكثر من 331 صاروخ. إذن هناك حيثيات، هذه الصواريخ شكلت معادلات جديدة في المنطقة، وبالتالي تلقت إسرائيل الضربة الثانية بعد 7 أكتوبر، وهناك هزة في داخل إسرائيل. لغاية هذه اللحظة يتهربون على المستوى السياسي والأمني والعسكري من أسئلة الذي هل سيتم الرد أم لا، وبالتالي الآن إسرائيل في وضعها في مأزق كبير جدا، خاصة أن عملية الرد مع إيران الأمور معقدة جدا ومركبة، وخاصة يعني التهديد الإيراني كان واضحا إذا كان هناك رد على الرد، وبالتالي هذا وضع أولا تآكل زيادة الردع. كشفت الباب الثالث، كشفت العديد من نقاط الضعف لدى إسرائيل، خاصة بالحماية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والعديد من بعض الدول التي كانت تحت الطاولة وفوق الطاولة من الدول العربية والإسلامية. وبالتالي هذا يعكس بطبيعة الحال بأن لأول مرة شاهدنا، وكان هذه المشاهدة يعني ملأت سماء فلسطين ابتهاجا للمدن الفلسطينية، بعكس المستوطنون الذين لجأوا إلى الملاجئ ولجأوا حتى الكابينت ومجلس الموسع الحربي كله كان محصن تحت الأرض. حالة الطوارئ التي أعلنتها إسرائيل على 4 مستويات، المستوى الأول منذ بدء عملية. أستاذ إسماعيل سنكمل معك التفصيل بعد ذكرك لهذه الأبواب. ذكر أستاذ إسماعيل أنه هذه الضربة الثانية بعد 7 أكتوبر، هل إيران توقفت لهذا الحد أم في بعد ضربات أخرى؟ حسب البيان الأخير لإيران تحدثت حول ممكن قوة الرد، أو حذرت أيضا الدول المجاورة، وإلى ما جاء في البيان. طبعا كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية، يعلم الكيان الصهيوني بأن لدى إيران إمكانات وقدرات عسكرية لم تستخدم لحد هذه الساعة، وما تم استخدامه في هذه الضربة هو جزء مما يمكن أن تحويه ترسانة الأسلحة الإيرانية المعدة بشكل كبير لهكذا منازلة. قد يتصور البعض بأن لا يوجد نفس طويل لدى إيران بعملية المواجهة، وقد يتعرض الاقتصاد الإيراني إلى ضرر كبير، ثم محاولة عدم إطالة أمد الحرب أو المعارك الساخنة الآن بعملية الرد والرد المقابل. لكن إيران أرادت أن تظهر لديها إمكانات وقدرات تتجاوز حتى التصور، ويمكن أن تنتقل إلى مراحل أخرى متطورة. أعلنت عبر أولا الحرس الثوري الإيراني عبر بوابة الخارجية الإيرانية بأن الضربة الآن قد انتهت وقد أغلقت الباب،
ولكنها جاهزة ومستعدة، وهذا البيان الذي صدر من حرس الثوري الإيراني، على أي فعل تقوم به إسرائيل أو أي فعل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية إن قامت هي بالرد على المصالح الإيرانية. وهذا التحذير هو هنا يكمن شدة وقوة الردع الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخاطب الولايات المتحدة بشكل الأمريكية بشكل مباشر وتقول لها إن تجاوزت الخط الأحمر وقمت بدعم ضربات داخل العمق الإيراني سيكون لنا رد على المصالح الأمريكية في كل المنطقة. هناك تواجد الولايات المتحدة الأمريكية وهناك مصالح استراتيجية في عمق الأمن القومي الأمريكي متواجدة في منطقة الخليج وفي عمق الشرق الأوسط وفي آسيا بل حتى في أفريقيا، وبالتالي هناك دراية لدى أمريكا بأن هناك حرب ظل قد تجري فيما بعد تتطور إلى مواجهات خفية بين الأجهزة الاستخباراتية والمخابراتية التي لا يمكن أن ترد عليها كلها مرة واحدة، وهي لا تريد أن توسع جبهات وهي تخوض حربا لحد الآن لم تحقق بها نتائج بل خسران كبير، وهنا نتكلم عن حرب أوكرانيا أي الحرب الروسية الأوكرانية. ولهذا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض غمار معركة أخرى داخلية وهي الاستعداد للانتخابات القادمة، ولهذا نرى بأن الرئيس بايدن لا يريد أن يخسر كل هذه المنازلة، وبالتالي مواجهة إيران وخط الردع الذي فرضته الآن بهذه الاستراتيجية البعيدة المدى يمكن أن توقف كثير من التوقعات، لكنها في نفس الوقت هي جاهزة، هي لن تقوم بالرد، وهكذا ما فهمت منه أمريكا عندما قامت باتصال مباشر، وأنا أتكلم عن الرئيس بايدن إلى الرئيس نتنياهو بعد أن تم تخويله من المجلس الوزاري المصغر ومجلس الحرب بأن هو من يقود عملية إعداد الرد المناسب على الرد الإيراني، وأنا أتكلم عن مجلس حرب مصغر تكون من رئيس وزراء نتنياهو ووزير دفاع جالانت ووزير أيضا مجلس الحرب هو جانتس، وبالتالي هذا المجلس لم يستطع اتخاذ القرار لوجود ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولمعرفة بشكل تام وحقيقي بأن إيران قد تمتلك مفاجآت لا يستطيع معها المجتمع الإسرائيلي أن يصمد حتى تصمد أن يصمد أو تصمد هي معه، حتى وإن وقفت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن عملية تدمير أي جزء صعب أن تقوم مرة أخرى الجزء المجتمعي الذي تستطيع به أو من خلاله بناء الدولة القومية اليهودية، وهذا هو ما تخشاه أكثر، أي ليست المنازلة العسكرية وحسب بل تخشى أيضا معركة المصير التي قام بحرب وجود على أرض فلسطين المحتلة وزيادة توسعها، وليسيما كانت معدة مسبقا ومنذ عقود لأرض طرد الغزاويين وفيما بعد الضفة الغربية نحو سيناء ونحو الأردن، وبالتالي إيقاف وهذا هو الرد الاستراتيجي الأهم وإيقاف مجزرة رفح وعملية مراجعة قد تبدأ الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها بمراجعة استراتيجية التعاطي مع قضية إيقاف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر الذي مردود الآن. هذا دكتور أمير هذا 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 التوضيح يجعلنا في يعني أيضا الآن الكيان الصهيوني في حيرة من أمره، هو لم يعلن إلى الآن عن الخسائر مع أنه في 3 مطارات دمرت وغيرها. نعود إلى أستاذ إسماعيل، كم كلفت هذه العملية الإيرانية شجاعة الكيان الصهيوني إلى الحد الآن، وهل سيرد؟ نعم، أولا التقديرات حسب يدعوت أهرانوت قالت أن 1 مليار أي بمعنى 5 مليار شيكل، هذا فقط للإسرائيليين، لكن التكلفة للفرنسيين والبريطانيين لم أحد ينشر، لكن هم قالوا بشكل واضح أن بريطانيا ساعدت في عملية الصد الاعتراض، وكل اعتراض معروف يعني في عالميا هذه معادلة مكلف جدا وهائل جدا، هذا 1 مليار عدا عن الخسائر التي خسرتها لمدة 10 أيام التي تعرضت الدولة إلى استنزاف كامل. لا ننسى أن إسرائيل عملت مناورة في اتجاه جزيرة قبرص تحاكي لأقرب نقطة عملتها كل سنة أو كل سنتين تعمل هذه المناورة العسكرية، لكن عملتها قبل أيام من أجل المحاكاة، بالإضافة حالة الاستنفار التي أعلنت، تم استدعاء
العديد من البوارج الأمريكية، تم استدعاء القبة الحديدية 10 بطاريات، يوجد أيضا بالإدالق المقلاع داهود، هذا مكلف جدا، بالإضافة إلى البطاريات الأخرى وحيث 1 وحيث 2 أيضا هذا مكلف جدا. يعني لوحدها بالأمس 5-6 ساعات يعني كلفت إسرائيل لوحدها 1 مليار دولار، وبالتالي هذا يعني في التقديرات الأولية. موضوع الرد، يعني المجلس اجتمع، كان هناك حالة صاخبة وكان هناك حالة انفعال. بايدن بشكل واضح يعني قال نحن معكم ندافع عنكم، لكن في الهجوم لن نكون. هذا جانب مهم جدا، بمعنى أن الإدارة الأمريكية وحتى الدول الغربية فهمت المعادلة وفهمت المقدرات لدى إيران. إذا هذه كانت البروفا البداية، فما بل الحديث عن الصواريخ وفرط الصوت وأيضا من المفاعل النووي الموجودة لدى إيران، يعني والمخفي أعظم، وبالتالي التلاعب أو اللعب بالنار يعني ليس أمرا سهلا. لأول مرة يعني نجد أن إسرائيل، وبالعادة دائما باستعلائها الخطابي الذي دائما تعتاد في عملية الرد، لأول مرة لم ترد، وبالتالي خرجت عدة أصوات. الصوت الأول يعني آراء، الرأي الأول قال علينا أن ننتظر الجهد الدبلوماسي، هذه نغمة يعني جديدة جدا في الوسط الشارع الإسرائيلي. يعني ثانيا فهم جزء من الإسرائيليين أن إسرائيل بدون أمريكا يعني لا شيء، لا شيء على الأرض والمعادلة، وبالتالي علينا أن نسمع ما الذي يقوله. ودليل على ذلك حين تم الاجتماع، نتنياهو أوعز أولا بعدم الحديث من قبل الوزراء ما عدا سموتريش وإتمار بن جفير، خرجوا عن تعليمات نتنياهو بأن لا يتحدثوا بالشأن الإيراني، لكن يوآف جالانت وزير الدفاع قال سنرد في المكان المناسب. هذه اللغة التي يعني كنا نسمعها من الإيرانيين على سبيل المثال أو في بعض الجبهات المختلفة، التي سنرد في الوقت المناسب. الآن المعادلة اختلفت، قسم من الإسرائيليون يقول مثل ما إسرائيل وضعتنا 10 أيام في حالة ذعر وخوف وهلع، فلنضعها في الهلع والخوف والذعر ولنحدد الشكل والطبيعة الموجودة. وجزء من الإسرائيليين الذين يقولون حان الوقت لأن نستمع ما الذي يقوله بايدن وما الجهد الأمريكي الذي ممكن أن تتوصل إليه، وعلينا أن نهتم في قطاع غزة، والآن أغلق الحساب مع إيران، بمعنى أن إيران أغلقت الحساب وقالها أكثر من أستاذ إسماعيل سنعود لك. وضح أستاذ إسماعيل التداعيات بصورة عامة، وأيضا خطوة مهمة أنه الكيان الصهيوني بشعبه مختلف الآراء، وأيضا هناك تأثير نقطة مهمة، الإعلام مؤثر جدا، يمكن هم صرحوا بأنه إحنا 95% أسقطنا من المسيرات وغيرها، ولم يعلن عن الخسائر مثل ما تفضل أستاذ إسماعيل بهذه الأعداد، مليار يعني كارثة في ليلة واحدة. طيب هذا التأثير، أنت كخبير اليوم عسكري، الإعلام كيف ممكن أن يلعب في هذه اللعبة، ممكن يغير بعض النتائج أو ممكن تكون نتيجة سلبية برأيك؟ أولا الإعلام سلاح ماض قد بدأت به الولايات المتحدة الأمريكية، ليس الآن، بدأت في حرب الخليج الثانية بشكل واضح، واستخدمتها بشكل أوضح فيما بعد في حرب أفغانستان، ثم في عام 2003 عندما غزت العراق. وبالتالي واحدة من الأسلحة التي أسقطت بغداد هي ليس فقط الطائرات والضربات الجوية والتحصينات ودخول الجيش، بل كان هو لعبة الإعلام. وقد عمدت تنظيمات داعش الإرهابية لاستخدام نفس هذا السلاح عندما قامت بطرق الطبول بأنها غزت بعض المناطق، فكانت هناك حالة هلع وفزع وإرهاب، فانكسرت خطوط الدفاع الأولى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فكانت هناك حالة ارتداد لوجود استخدام حقيقي وبشكل منظم للإعلام، ولم تكن داعش وحدها من ساعد وعظم قدرة الإعلام لأن يكون سلاح ماض في عملية إسقاط المدن، بل كانت هناك مؤسسات إعلامية منظمة بدءا من الغرب وانتهاء بدول عربية. ولهذا نرى بأنه يحاول الكيان الصهيوني، وهو قد امتهن، وهذه نقطة جدا مهمة،
واحترف كثير من مؤسساته، احترفت كثير من مؤسساته عملية التلاعب بالإعلام، بل هي ما زالت وكانت تصدر على أن 7 أكتوبر هو طوفان اعتداء وليس طوفان حقوق. وبالتالي كان، وسأضرب مثل واضح للعيان، عندما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في المشروع الأول الذي قدمته إلى مجلس الأمن بأنه شرعت الأمم المتحدة تكفل حق الرد للكيان الصهيوني، وكانت استخدمت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن تتناسى قرارات مجلس الأمن التي تقول بأنه قطاع غزة والضفة الغربية هي منطقة محتلة وبالتالي من قبل الكيان الصهيوني، وبالتالي لدى الشرع الدولية والمجتمع الدولي قانون، وهذا القانون هو وفق جدول نفس المادة من الميثاق الأمم المتحدة اللي هو المادة 51 بحق الرد والدفاع، لها حق المقاومة، لكنها تخفل هذا الأمر وتجعله في مسار الإرهاب. واليوم إيران استخدمت نفس الحق ونفس المادة من ميثاق الأمم المتحدة 51 بحق الرد عندما كان هناك تجاوز على أراضيها، أي تجاوز على السقف الدبلوماسي الذي يمثل الأراضي الإيرانية سيادة وهيبة وحضورا قانونيا معنويا، وبالتالي استطاعت إيران أن تكسب هذا الحق وإن لم يعطها مجلس الأمن حق الرد بشكل واضح للعيان. ولهذا نرى بأنه الآن الاستخدام الأمثل الذي تمضي به كثير من الدول الآن هو التلاعب بسلاح الإعلام، وهناك جيوش إلكترونية منظمة قد شاعت واستطاعت من خلال هذه النافذة أن تعمد إلى الترويج حتى إلى الكيان الصهيوني. نتكلم هنا عن مؤسسات إعلامية مهمة في دول كثيرة في الشرق الأوسط وفي الغرب، ولهذا نرى هناك كثير من المؤسسات، بل الكل يعلم بأن الإعلام الغربي يتصدره ويترأسه هو كارتال يهودي متمثلا بماردوخ وربع يعني وجماعته، على أقل تقدير يتحكم في كثير من الأخبار، بل هي الحرب باستخدام، وهذه النقطة الخطيرة التي علينا أن ننتبه لها ونعد لها العدة. الكل اليوم الهاتف عنده الصغير قبل الكبير، هو هذا الكلام، الكل يأخذ هذا جزء من مصدر موثوق والكلام الصحيح، هذا جزء من اللعبة، بعيدا عن ما يطلق الآن من كلمات يمكن إحنا أكثر شعب متفاعل على الموضوع وفي تفاعل في أنه إحنا شركنا بالموضوع والعراق هو الضحية وغيرها من الكلام اللي هو كلام بدون منطقية أصلا ولا صحة لما يحدث، يعني بعيد عن هذا الموضوع العراق يعني. ومثل ما تفضلت أنه بداية هذه الرد كان بإعلام هذه الدول بأنه سيكون هذا الرد خلال هذه الفترة وبهذه الهيكلية وب الطائرات المسيرة والصواريخ، يعني مثل ما قلت أنه قانون طبق في مرة سابقة والآن يطبق، وهذا صحيح. والأخطر من عنده أن نحن نتعامل الآن مع مثل ما هناك صواريخ فرق صوتية، فرق صوتية تستخدم، هناك الآن أيضا قوانين ذكاء اصطناعي تستخدم بشكل كبير بالإعلام وتروج. يعني انظري كيف تعاطت إسرائيل مع موضوعة 7 أكتوبر عندما روجت أكاذيب عن عمليات اغتصاب وقتل الأطفال وهكذا دواليك من عمليات قتل، ثم تبين فيما بعد من أن قتل العوائل والمدنيين هي الطائرات السمتية الإسرائيلية، ومن قام بعمليات قتل الأطفال هم أنفسهم، ومن قام بعمليات المتابعة والملاحقة بأعداد قد ضخمت، أي أعداد الخسارة التي تم تقديمها، بل تبين فيما بعد هناك أكثر من 200 فلسطيني تم قتله أثناء عملية الانسحاب، أي عملية الارتداد لـ7 أكتوبر، وتم حسابهم بالخطأ بعد تحليل الدي إن إيه لهم بأنهم على حساب الخسائر الإسرائيلية. وهكذا الذي تلعب به الإعلام وروج له، أي كانت هناك على الأقل تقدم في الضربة الأولى 1200 إسرائيلي قد سقط نتيجة ضربة المقاومون الفلسطينيون، لكن تبين فيما بعد بأن هذا الرقم قد ضخم في الإعلام وتم ملاحقة ومحاسبة هذا الأمر قانونيا. لكن الإعلام الغربي والدوائر الإعلامية المساندة له في كل محطاتها شرقا وغربا شمالا جنوبا ما زالت تستخدم هذه الوتيرة والإسطوانة المشخوطة وتلعب عليها بشكل حقيقي. أحسنتم. وبالتالي علينا أن نتصدر المشهد بإعلام جاد وحقيقي من أرض أكيد وهذا واجبنا اليوم أحلى من قلات الأيام. ننتقل للأستاذ إسماعيل، قراءتك لرد فعل المنطقة الأردن يوم أمس ملكها يعني ضرب الطيارات المسيرة وأيضا يمكن كانت هناك خسائر وممتلكات وبعض الجرحى ولم يعلن على المزيد من الخسائر، فما رد هذا الرد الفعل، شنو جوابكم عليه ورد فعلكم على إزاء ما يحدث في المنطقة مؤازرة بالعلن للكيان الصهيوني؟
نعم، أولا الإشارة إلى قبل الإجابة على السؤال مهم جدا. إيران كانت واضحة، تمتازت بالدقة والتخطيط والهدف، وأقصد هنا أن كل الصواريخ التي كانت معظمها هو إشغال المنظومة الدفاعية، وهي أرادت إيران أن تستهدف قاعدة نفتيم التي موجودة في النقب وقاعدة الموجودة في الجولان، القاعدة العسكرية. هنا الغرب استغرب هذه الدقة، هذا يعني تطور ملحوظ جدا. نحن نتكلم عن 1300 كيلو إلى 2000 كيلو تقريبا، يعني مسافات بالدقة والهدف وكذا، والباقي كل الصواريخ كانت هي عرض استعراضي، كانت هي تعلم إيران بأنها هي فقط من أجل يعني إشغال المنظومة الدفاعية، وبالتالي هذا مهم الإشارة إليه، وهذا إن دل على شيء يدل على أن إيران أصبحت ندا ولاعبا أساسيا في العالم وليس في الشرق الأوسط، هذا من ناحية. قضية الأمس والذي جرى يعني السابع من أكتوبر يعني بين من مع ومن ضد، لكن بالأمس بين من الفضائح. صح. وهنا الفضيحة تكمن بكذا، بالرغم من الإشارة إيران يعني أوعزت وقالت بشكل واضح لا أحد يعترض صواريخنا وكل من يعترض أو يسقط صواريخنا، إلا أنه اتضح واضح جدا أن الدول المحيطة مثل ما ذكرتي من الدول، هذا يؤكد مرارا بأن هناك دول مصطفة، وهذا ما قاله بالمناسبة يؤاف جالانت، قاله قبل ساعة، علينا أن نبحث عن تحالف استراتيجي، وهذا هو الأهم من عملية الرد على كذا، لأن الآن المعادلة سوف الآن تتكشف بشكل كبير، خاصة الأيام القادمة التي سوف تفرز من مع ومن ضد، أي معنى من محور الشر ومن محور الخير، أو محور المقاومة أو محور الحلفاء الذي نقول. واضح جدا أن هناك استفافات، واضح جدا أن هناك يعني على الأقل باللغة الشعبوية يعني بلع، يعني لا تستطيع الدولة أن تنقذ، يعني قالها هجاري المتحدث، قال استخدمنا الأجواء الدول العربية، وبالتالي هذه الأجواء التي تم استخدامها وإسقاط هذه الصواريخ المسيرة لمنع وصولها إلى فلسطين المحتلة، هذا يعكس بطبيعة هذه كل الردود الفعل. بكل الأحوال يعني المنطقة الآن بدأت تفرز، تكشف، تعري وتتضح، لكن القضية الفلسطينية بمعنى آخر هو يعطي انطباع أن استقرار فلسطين وقيام دولة فلسطينية هو سيعكس بكل الحال ما يجري في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفي كل المنطقة. إذن المدخل السليم هو إعلان قيام دولة فلسطينية يقطع الشوط أمام كل هذه المسائل الأمنية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني هذه الإجراءات التي نعلمها، يعني كلنا نعرف الأنظمة العربية ودورها الوظيفي التي لم تستطع خلال 6 أشهر إدخال قنينة ماء على معبر رفح، يعني هذه كانت واضحة المعالم يعني وأصبحت مكشوفة للعيان، يعني الخزي ويعني حالة الانبطاح وعدم. انظر ما إيران شكلت، إرادة سياسية، شكلت قوة سياسية، شكلت معادلة على الأرض. انظر إلى على سبيل المثال إلى اليمن، إرادة سياسية، إرادة استقلالية. كذلك الأمر القوى الموجودة في العراق والقوى الموجودة في داخل سوريا لعبت دورا، الجبهة اللبنانية تشكل سدا منيعا أمام كل المخططات والمشاريع التي تحدث. إذن إيران رفعت المستوى لمواجهة أي مشروع في المنطقة، وهذا من تداعيات هذه الضربة التي فتحت المجال. ماذا علق إتمار بن جفير؟ قال إن لم نحصل الآن على رد فسوف يتجارأ الجميع علينا. مطرش ماذا قال؟ سوف نضع وسوف تكون قوتنا مهزوزة أمام العالم وأمام الشرق الأوسط الموجود. كل هذا المنظومة الأمنية أو أسطورة الأمن سقطت أمام كل هذه المعادلات، خاصة مع 7 أكتوبر و 14 نيسان الذي هو يشكل الآن فاصل أمام تواريخ مميزة. أستاذ إسماعيل سنعود لك بعد هذه الضربات وقوة هذه الضربات التي مثل ما تفضل أستاذ إسماعيل بيّنت شجاعة ودقة واستراتيجية إيران بفن الرد.
اليوم المقاومة الفلسطينية يمكن شاهدنا بعض الفيديوهات من القدس، يمكن خرجت آلاف الناس تصور وفرحانة، والبعض يمكن شفت بهتافات لبيك يا حسين. صحيح. يعني شفنا فيديوهات كثيرة تدل أنه الشعب الفلسطيني هو أكيد فرحان بهذا الموضوع، لكن هذا إلى تأثير حسب خبرتكم العسكرية حول المقاومة الفلسطينية، هل هذا سيعزز أكثر قوة المقاومة الفلسطينية؟ من المؤكد سيعطي زخم كبير لكل فصائل المقاومة على رأسها المقاومة في أرض فلسطين المحتلة. الكل اعترف بشكل مباشر هناك دعم بشكل متواتر لتلك الفصائل عبر البوابة الإيرانية، لم تألو جهدا ماليا ولا تقانة ولا علم ولا حتى مساعدات عينية من إيصالها لغرض تطوير القدرات الذاتية للمقاومة. أنا أتكلم عن مقاومة، وبالتالي المقاومة تحتاج إلى بنى تحتية مترابطة. نتكلم عن حيز صناعي، عن حيز اقتصادي، عن حيز تجاري وعن حيز مالي. كيف تستطيع أن تنتقل كل هذه المستويات حتى تجتمع لتصل إلى حد الرد يوم 7 أكتوبر؟ هناك جهود استخباراتي لم يأتي عبثا، بل أخذ شوطا كبيرا من التدريب. أين تدربت وأين تلقت هذه العناصر التي نفذت؟ هناك العشرات بل المئات من حماس ومن سرايا القدس قد تلقت تدريب خاص. أين تلقت هذا التدريب الخاص ومن قدم له تلك المشورة والنصيحة والجهد العلمي حتى ترتقي؟ كنا شاهدنا بأم العين كيف قامت المعامل الذاتية داخل أرض غزة العزة ببناء تلك الصواريخ. من أين أتت هذه التقانة التي قامت بها؟ وهناك شاهد آخر وهو في الفصائل العراقية التي استطاعت أن تنقل كثير من الخبرات بتطوير ذاتي أيضا لتلك الأسلحة التي كانت تواجه بها أعداء العراق، إن كان من قبل تنظيمات الإرهابية أو من بعض الأحيان من دولة الاحتلال لما قبل عام 2011. وبالتالي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بشكل مباشر، وكذا الكيان الصهيوني، بأن قد تكون تلك الفصائل قد عززت قدرتها وإمكانتها خلال هذا اليوم الواحد، وهذه نقطة الخطر التي تخشاها. هذا اليوم الواحد الذي قد لا نتصور به شيء يكون، أنا أقول قد تكون الساعة الواحدة، هو ساعات. أحسنتي. هذا الذي نخشاه. انظري عندما قامت إسرائيل بالانسحاب من قطاع خان يونس، ونتكلم هنا عن فرقة 82، تركت واحدة من أهم قدراته للبنى التحتية وهو جهاز كبير لحفر الأنفاق، تركته خلفه، وبالتالي قامت بتدميره فيما بعد بضربة جوية. انظري إلى حالة الهلع والفزع. لو استطاعت فصائل المقاومة أن تفكك هذا الجهاز وتتحصل عليه خلال ساعات، ماذا كانت تستطيع أن تفعله؟ وبالتالي نرى بأنه لا نحتاج إلا لبضعة ساعات حتى نعزز إمكانات وقدرات تلك الفصائل بأرض غزة أو في الضفة الغربية. وهذا الأمر أتى على مصادق ما قامت به إيران بشكل مباشر عندما أعطت فسحة، وأنا أتكلم الآن عن المشهد الاجتماعي، عندما يخرج علينا أحد الغزاويين ويقول نحن الآن في راحة واطمئنان لأن لا نسمع للزنانة، وهو يقصد بهنا الطائرات المسيرة ولا للطائرات الإسرائيلية أي صوت في سماء غزة، وبالتالي ارتاحت الأرواح الفلسطينية بعض الشيء وإن لم تتوقف عملية القتل. هذا بيان ضعف وجبن الكيان الصهيوني. أكيد هو قد أثبتنا هذا الأمر بعدة منازلات، وكانت 7 أكتوبر واحدة من أهم هذه المنازلات، واليوم أتى مصداق آخر وهي الضربة التي تحققت من قبل إيران يوم أمس فجر يوم أمس. وبالتالي نحتاج إلى تعزيز هذا الروح وتعزيز هذه القدرات وهذه القوة التي أصبحت مضافة الآن بزيادة حجم التواصل عبر القنوات إن كانت المحلية والاجتماعية، أي زيادة حجم العلاقات الدبلوماسية الشعبية، ولا سأتكلم عن الدبلوماسية الرسمية ليس دبلوماسية الحكومات، بل أتكلم هنا على الدبلوماسية الشعبية، عن الشعب المصري، عن الشعب الأردني، عن الشعب السوري، عن الشعب العراقي، وكيف يستطيع بإمداد تلك الفصائل وإيصال هذا التحفيز لعنصر القوة المضاف إليها بعد الضربة التي تحققت فجر هذا أمس. لنسأل العكس أستاذ إسماعيل، بعد هذه الضربات الشجاعة تفضل دكتور أمير بأنها ستزيد من قوة وشجاعة المقاومة الفلسطينية ونحتاج إلى تعزيز من قبل جميع الدول على كافة الأصعدة. الكيان الصهيوني، هذه الضربة ماذا ستخلف وتؤثر عليه؟ سيهتز أكثر أم سيكون رد، أم هنالك في توقعاتكم أشياء ممكن أخرى؟ نعم، أولا تعقيبا على الحديث، مهم الإشارة، يعني لماذا استهدفت إسرائيل السفارة في دمشق؟
واضح جدا أن الحضور الإيراني في المنطقة وخاصة وقبلها سليمان القاسم وفيلق القدس والعديد من القيادات والجنرالات التي تعرضت إلى الاغتيالات، السبب بوضوح يعني قبل يومين كان زياد النخال الأمين العام للجهاد الإسلامي قالها بشكل واضح، يعني الحضور الإيراني لولا هذه 6 شهور لما صمد المقاومون في قطاع غزة، وبالتالي الحضور موجود سواء بالدعم العسكري أو اللوجستي المتواجد، وهناك تنسيق عالي المستوى بين هذه الغرف التي يتم الحديث بها. الإسرائيليون منزعجون من التموضع، هكذا يعني تصفها إسرائيل، التموضع الإيراني في لبنان أو التموضع الإيراني في سوريا في كل المناطق، حزب الله إلى آخره، كل هذا من شأنه هو الذي أغاظ الاحتلال، والتي تراهن، وأرجع إلى الوراء لإجابة سؤالك، يعني دوما وهي كانت واحدة من دوما الاستعمار الأوروبي والاستعمار الغربي دائما كان يعمل على خلق الفتن المذهبية والطائفية بين السني والشيعة، وهذا له نجاحات كثيرة لدرجة أنه لا توجد علاقات اليوم. باعتقادي أن 14/4 كسر إلى حد ما العلاقات بين شعوبها، سوف تكسر للأمام، وهذا يتعلق بمسؤولية القوى، وبالتالي هذا يعني يرفع للأمام، وهذا ما لا تريده لا إسرائيل ولا تريده حتى الدول الأنظمة المتخاذلة التي هي ترى في هذه المسألة. هذا عنصر هام جدا، إعادة توطيد العلاقات كما ذكر ضيفتي. موضوع الرد باعتقادي يعني مرهون مرة أخرى في السياسات، لا أعتقد أن إسرائيل تتجارأ في عملية الرد، هذا الموضوع بحاجة إلى الرد، هي ليست في قطاع غزة تقوم هنا أو في الضفة الغربية، الموضوع مختلف تماما، نحن نتكلم عن منطقة إقليمية. إيران هددت أنه أي رد من قبل إسرائيل سوف تجابه يعني القواعد الأمريكية في المنطقة، وبالتالي ممكن أن تأخذ، باعتقادي أن الرد سيكون دبلوماسيا على الأقل، ويعني من خلال G7 أي مجموعة الدول السبعة التي بايدن سوف يتحدث، وسوف تكون الحديث عن عقوبات أو علاقات أو بنوك أو إلى آخره، أو أن تختار إسرائيل الطريقة المعتادة مثل قضية شبكة الجواسيس أو اغتيال هنا وهناك. وهنا المعركة المكشوفة مع إيران بأن أي رد قاسي سيكون ستلاقي أشد قساوة، وبالتالي الآن اللعب بالنار في المرحلة القادمة ليس سهلا، يعني إذا كانت المقدمة اليوم عبارة عن مكاشفة أمام العالم بأن قريبا ستضرب الآن، هذه الآن سوف تتغير المعادلة، ولا أعتقد أن نتنياهو سيغامر بدليل أن أوعز نتنياهو إلى المجلس المصغر من 3 وهم جانيت وإيزنكوت وبالإضافة ليؤف جالانت، وكلنا نعرف أن 3 هم من المقربين جدا إلى الإدارة الأمريكية، بمعنى الانتظار ما تطلبه الإدارة الأمريكية، وهنا السمع والطاعة في ذلك الأمر. صحيح. وهذا ما يربك الآن الحسابات في داخل، عدا عن سنشاهد لاحقا المظاهرات في داخل إسرائيل للمطالبة برحيل نتنياهو، لأنه جلب لم يجلب لهم لا الأمن ولا الأمان، وبالتالي المشهد سوف يتغير باعتقادي خلال هذه الأيام. نعم. طيب دكتور أمير، وجهة نظر الأستاذ إسماعيل، لن يغامر نتنياهو بالرد، أنت ماذا تقول؟ طبعا سبق أن طرحت هذا الأمر في بدء حديثي، وليس أيضا عبر شاشاتكم بل بشاشات أخرى، بأنه لن تقوم، وأن هذا كان في رؤية استباقية، لن تقوم يعني لن يقوم الكيان الصهيوني بأي عملية رد كمرحلة أولى على ما ستقوم به من رد شرعي وقانوني حسب المجتمع الدولي، إيران كاستحقاق لها على ضربة القنصلية في سوريا. وهذا متوقع جدا لوجود عدة ضغوط على الكيان الصهيوني، أولها الولايات المتحدة الأمريكية التي تخشى من مفازة المعركة الداخلية وهي معركة الانتخابات القادمة. والأمر الآخر الآن هو بايدن في حرج كبير كونه أصبح يخسر نقاط التأييد والأرجحية في كمرشح جمهوري. صحيح. في هذا الانتخابات الشعب أيضا. وبالتالي سيعطي إلى اليمين المتطرف فرصة أخرى لدعم ودفع ترامب إلى سدة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يريد أن يخسره. نعم. وهناك كثير عوامل أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا
لن أتطرق إليها لأن لسألت مثار الموضوع، لكن نذهب إلى أوراق أخرى تحدد المسار عملية الرد الصهيوني، وهو الملف الداخلي في أرض فلسطين المحتلة. وأنا هنا أتكلم عن المجتمع الإسرائيلي الذي ما زال غاضبا على إدارة حكومة نتنياهو لهذا الملف، بل أصبح يطالب بشدة عملية رحيل هذه الحكومة، بل كان من المتوقع أن تكون اليوم أو يوم غد هناك تظاهرة كبيرة لمحاولة إجبار هذه الحكومة على الرحيل وإيجاد بديل عنها، لكن أصبحت الضربة الإيرانية كأنها طوق نجاة لنتنياهو في هذا الظرف الحرج، لكنها ستعاود مرة أخرى، لأن الفزع والهلع الذي وقع به المجتمع الإسرائيلي. ستنجح هذه التظاهرات أم تحتاج إلى دعم خارجي؟ هي طبعا أذكر قد تنجح كونه ما زالت يعني هو حاول أن يقمعها بشكل أو بآخر، قالت هناك عمليات اعتقالات، هناك عمليات ضغط على أصوات، هناك محاولة ترويج سلاح إعلامي مثل ما قلنا في البدء، لكنها لم تنجح بشكل كبير وما زالت مصرة، ولا سيما عوائل الأسرى المتواجدين لحد هذه الساعة لدى حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا يريد أن يخسر كل أوراقه أمام المجتمع الإسرائيلي حتى لا يفقد مظهره السياسي، وهو إن كان قد انتحر ووقع في فخ وكمين هذه المعركة بدءا من طوفان الأقصى ولحد هذه الساعة، وبالتالي هذه المنازلة الآن مع إيران قد أفقدت أي حضور ممكن أن يكون له مستقبلا، وبالتالي لا يريد أن يجازف بورقة المجتمع الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هو في ورطة كبيرة الآن. أحسنتي، ولهذا نرى بأنه كل هذه عوامل وعوامل أخرى وأهمها والذي لم نتطرق إليه بتفصيل كبير وهو العامل الاقتصادي الضاغط، هناك حصار كبير مثل ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض حصار على كثير من الدول المساندة للقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر بمسمى أو تحت عنوان آخر، لكنها نست بأن هناك فصائل المقاومة استطاعت أن تقطع وريد وشريان مهم لدعم الاقتصاد الصهيوني، وعلى أقل تقدير ممر البحري الذي استطاعت جبل حوثية أن توقفه، بل هناك كان نداء واضح من قبل العراقيين بأنها ستقوم بقطع الوريد البري أيضا إن تجرأت أكثر وقامت بعمليات داخل الأراضي العراقية، وبنفس الأمر ينعكس من الجبهة الجنوبية، أي أنا أتكلم هنا عن الجبهة الشمالية لفلسطين وهي جبهة جنوب لبنان. صح. وبهذا نرى بأن هناك اليمن. اليمن أيضا على الميناء. أنا قلت في البدء بأنه الممر شريان البحري عبر بوابة البحر الأحمر وهي جبهة الحوثية، ولهذا نرى بأنه الجبهة اللبنانية هي جبهة حاضرة وخطرة جدا وتخشها، بحيث قامت بتحريق، ونتكلم هنا عن حراك عملياتي، قامت بتحريق حتى فرق عسكرية نقلتها من جنوب قطاع غزة إلى شمال فلسطين حتى تستطيع أن تواجه الاحتمالات التي ممكن أن تكون مع قرب أو بعيد تهديد، ولا سيما هناك كثير من البيانات التي صدرت من السيد حسن نصر الله واضحة المعالم بأن سيكون هناك قاسم، بل اشتركت بشكل فعال من أجل إسقاط الدفاعات الجوية حتى تصل الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية إلى وجهتها الدقيقة بالضربة الاستراتيجية. يعني قلنا هناك كانت ثلاث أهداف هي المعنية بالضربة الاستراتيجية، لكن كانت هناك عملية مناورة عسكرية كبيرة أجرتها إيران وأرادت أن تظهر للعالم بأنها تستطيع أن تصل لكل أهداف الحيوية داخل أرض فلسطين المحتلة، لكنها لن تفعل لأن هي لديها أهداف عسكرية أعلنتها سابقا وقالت ستصل لها ووصلتها، وبالتالي لن تريد أن تسقط من هذه المعادلة. والأمر الآخر، هناك سعي حثيث من كثير من الدول العربية وعلى رأسها العراق من أجل التهدئة بالمنطقة، بل رحيل السيد السوداني الآن إلى واشنطن كان واحدا من أهم الملفات التي يحملها في حقبته هو مناقشة هذا الأمر، أي عملية التهدئة وجعل الساحة العراقية ساحة استقرار ومحطة لنقل الإيجابية والتواد وتخفيف شدة الأزمات بين الطرفين الإيراني والأمريكي، ثم نقل إلى الجبهة الفلسطينية ومحاولة كسب ود الأمريكان نحو عملية التهدئة وإعلان إيقاف إطلاق نار وتهدئة إنسانية أولا وإيصال وفتح مساعدات على أكبر مساحة ممكنة، وبالتالي حضور العراق يمكن أن يكون حضورا قائما بهذه الموازنة مع باقي الدول العربية. عملية 7 أكتوبر أثبت العراق حول جاهزيته وأيضا دعمه إلى القضية الفلسطينية، تداعيات الوعد الصادق مستمرة من الأيام الفضائية، لكن وصلنا للختام. دكتور أمير الساعدي خبير عسكري استراتيجي، شكرا جزيلا لك، وكان معنا عبر سكايب إسماعيل مسلماني مختص بالشأن الكيان الصهيوني، شكرا جزيلا لك. تغطياتنا من الأيام الفضائية مستمرة حول الوعد الصادق، كانت معكم نور العلي، شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى اللقاء.